اهلا بكم مشاهدي i24 نيوز، ونحن في تغطية مستمرة في اللحظات الأخيرة لهذا اليوم الانتخابي الذي عاشته إسرائيل. بعد قليل سنتابع نتائج العينات النموذجية التي أجرتها القنوات الإسرائيلية 11 و12 و13، لكن بعد دقائق دعونا نرحب بالسيد شالوم يروشلمي الكاتب والصحفي الإسرائيلي، السيد إلي نيسان الصحفي المختص بالشأن الحزبي، وكذلك السيد شكيب شنان خبير الشؤون الحزبية الإسرائيلية السياسية في إسرائيل. عفوا، أبدأ معك سيد شكيب، توقعات ونحن ننتظر هذه العينات النموذجية. نستطيع القول بشكل يعني معلومات غير مؤكدة، ويجب أن نتوخى الحذر جدا في هذه المرحلة. هنالك حديث عن عدم وجود منتصر في هذه المعركة الانتخابية. نتنياهو لم يتجاوز 61 مقعد، وكذلك الأمر بالنسبة لغانتس. ومرة أخرى يدور الحديث حول الدور الذي سيلعبه السيد إيفيت ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا في إلى أين سيتجه، على اتجاه ريحه ستسير السفينة. طيب سيد إيلي، أنا حسب اعتقادي أن الدور الآن ملقاه على رئيس الدولة روبي ريفلين. حسب اعتقادي أن مع كل الاحترام الذي حصل ليبرمان على 9 مقاعد حسب المعلومات الغير مؤكدة، فإن ليبرمان لن ليوصي 34 كحول لافان، الليكود 33 حسب قناة 12 عمليا. هل من نتائج أخرى؟ طبعا نحن الآن بدأت هذه القنوات بنشر هذه النتائج، وبالتالي ننتظر يعني المزيد من هذه المعلومات. سيد إيلي تفضل. لذا أنا قلت أن المهمة ستلقى على رئيس الدولة روبي ريفلين، لأن كما قال ليبرمان في الماضي وقبل عدة أيام أنه لن يوصي على أحد من الطرفين إذا لن تشكل حكومة وحدة وطنية. ولذلك كما قيل أن صحيح أن ليبرمان يشكل بيضة القبان في هذا الموضوع، ولكن هو لن يعطي أعضاء حزبه لأحد من الطرفين. 57 لليمين وفق نفس القناة، قناة 12، و55 للوسط واليسار، بالتالي هذا الكتل الانتخابية، و8 لليبرمان. إذن بيضة القبان بدأ تظهر على الأقل وفق قناة 12. لرئيس الدولة في دولة إسرائيل لا توجد أهمية في هذا الموضوع. الموضوع ليبرمان تحدث شيء قبل الانتخابات. بدأت سيد شكيب نتائج العينات، 32 الليكود كحول لافان، 32 تساوي حسب قناة 11 وهي قناة مكان، الليكود 33 و34 لكحول لافان وفق قناة 12، والقناة 13 31 مقعدا لليكود و33 مقعدا لكحول لافان. وهذه هي بداية هذه العينات النموذجية وفق القنوات الثلاث. نلاحظ أن تساويا في المعطيات وفق قناة 11، بينما هناك يعني عمليا 34 و33 لكحول لافان في معطيات قناة 12 و13، وبالتالي هذا تجاوز لليكود عمليا. 56 لليمين عمليا، و54 للوسط واليسار وفق قناة 11، وهذه وفق العينات النموذجية. هذه كلها بدايات ل 10 مقاعد. إذا 56 لليمين و54، نعم 10 مقاعد وفق قناة 13 لليبرمان حتى اللحظة. نعم، إذن سيد شكيب، رغم ما تقوله أن في المأزق الذي وصل المعسكران الاثنان أنه أحد من الطرفين لا يستطيع تشكيل الحكومة القادمة، ولذلك أنا أعتقد أن رئيس الدولة روبي ريفلين سيستدعي كل من نتنياهو وغانتس. واحد فقط يريد
قانون الحصانة. لا يمكن لنتنياهو أن يحصل على قانون الحصانة. دعنا نقول سيد إلي، القائمة المشتركة وفق العينات يعني بين 11 مقعدا و 13 مقعدا، إحدى القنوات أعطتها 11 مقعدا والثانية أعطتها 12 والثالثة أعطتها 13 مقعدا. ماذا يقول هذا سيد شالوم؟ ننظر إلى العينات، ويجب أن نفهم أنها عينات فقط في هذه اللحظة، وقد لكن قد تعطي المؤشر للصورة الصحيحة. الآن أرى أن لدى بنيامين نتنياهو 54 من يوصي به لدى الرئيس، في المقابل غانتس يحصل على 54 مع ترجيح أن القائمة المشتركة لن توصي بأحد. هذا يعني أن نتنياهو يحصل أولا على حق تركيب أو تشكيل الحكومة. ماذا سيفعل بذلك؟ لا يوجد له لمن يتوجه. دعنا ننتظر القائمة المشتركة، مقر القائمة المشتركة. سيد أيمن عودي رئيس القائمة يتحدث. جميعا أن نكون مناضلين أوفياء صادقين من أجل قضايا شعبنا، من أجل مكافحة العنف الجريمي، من أجل شرعنة البيوت المهددة بالهدم، من أجل الاعتراف بالقرى غير المعترف بها بالنقب، من أجل ميزانيات لصالح سلطاتنا المحلية. ونحن لا يمكن أن يهدأ لنا بال إلا بإنهاء الاحتلال الغاشم وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام على أرض السلام. أريد أن أنهي بأن بنيامين نتنياهو هذا المحرض الأكبر اليوم حرض كما يتنفس وكذب كما يتنفس. نحن لدينا شعور بالرضا بأنه بيقدرش يشكل حكومة وأنه تورط، ونحن لدينا شعور بالرضا بأن حزب عثمان سقط. كل الخطوات القادمة شايفين الموجودين هون سندرسها بشكل جماعي، نجلس مع بعض غدا بشكل هادي ندرس الخارطة السياسية. أريد أن أقول بكلمة واحدة، أعطونا 13 وبقنوات ثانية أعطونا أقل، ولكن من معرفتنا بشعبنا وكيف هب بعد الساعة 8:30 9 9:30، فأنا أعتقد بأن المقعد 13 سيكون راسخا، وإن شاء الله بيكون مصير جميل لأبناء شعبنا. خبرين في خبروت شوفت أخذنو توحدنا من جديد ووصلنا من جديد، حققنا 13 مقعدا مرة أخرى، نجحنا بالعودة لنكون القوة الثالثة في الكنيسة. إذا كان إلا لم يحدث أي تغيير دراماتيكي في الانتخابات الحالية. كان هذا أيمن عودي رئيس القائمة المشتركة، ووفق ما سمعناه فهو يعلن فوز القائمة المشتركة أو نجاح في هذه الانتخابات. تحدث عن 13 مقعدا على ما يبدو، يعني أخذ استطلاع إحدى القنوات. لحظة سيد شكيب، لكن يعني واضح أنه أيضا قال أن بنيامين نتنياهو يواجه صعوبة في تشكيل هذه الحكومة، هل هذا صحيح يعني أو هو استباق في هذه الفرحة سيد شكيب؟ دعنا نقول بشكل واضح مرة أخرى، لا يوجد لبنيامين نتنياهو 61 مقعدا، وكان هذا سيد شكيب. دعنا نرى فقط النتائج أو على الأقل العينات وفق قناة مكان. الليكود 32، كحول لافان 32، القائمة المشتركة 12 مقعدا، إسرائيل بيتين 10 مقاعد، يمين 7، يهدوت هاتورا 8، شاس 9، العمل جيشر 5، المعسكر الديمقراطي 5، بينما عثمان يهودي لم تتجاوز نسبة الحسم. القناة 12، الليكود 33 مقعدا، كحول لافان 34، القائمة المشتركة 11 مقعدا، إسرائيل بيتين 8، يمين 8، يهدوت هاتورا 8، شاس 8، العمل جيشر 8، المعسكر الديمقراطي 5، عثمان يهوديت لم تتجاوز نسبة الحسم.
القناة الإخبارية 13 الليكود 31 مقعدا، كحولفان 33، القائمة المشتركة 13 مقعدا، إسرائيل بيتينو 8 مقاعد، يمينة 6، يهدوت هاتورا 8، شاس 9، العمل جيشر 6، المعسكر الديمقراطي 6، عتمة يهوديت لم تتجاوز نسبة الحسم. إذن سيد شكيب، كنت بدأت تتحدث، لكن في أي من هذه العينات لا يوجد 61 مقعدا يمكن أن يحسم الصورة لأي من المرشحين المتنافسين، لا بنيامين نتنياهو ولا بيني جانتس؟ نتنياهو أمامه خيارين وعليه أن يتخذ القرار وبسرعة، إما أن يعطي تناوب لجانتس وإما أن يعطي تناوب لليبرمان، ولن يكون لديه بديل، لن يستطع أن يحصل على أغلبية. ليبرمان يريد أن يكون رئيس حكومة وسيضع فرده على الطاولة وسيقول لهم بشكل واضح من لا من طبيعي. أنا أوافق مع ما قاله زميلي إيلي لوسان، تلي سنة أخذ روتاتيا بالضبط سنة خلاص. سيد شكيب دعني أستمع إلى ما يقول برئاسة الحكومة على الأقل سنة واحدة في نهاية المطاف. سيد شكيب، سيد شالوم، هل توافق على هذا السيناريو برأيك؟ هو يعني مضطر للتنازل إما لبيني جانتس أو لفيكتور ليبرمان؟ تكشيبي لا يستطيع أن يشكل حكومة مع كحول لبان، لأن بأي حال كحول لبان لن يجلسوا معتين في نفس الحكومة. كحول لبان يستطيعون أن يأتوا للتوجه لكل يقولوا ألقوا نتنياهو تخلصوا منه وكل شيء على خير من رام، نستطيع أن نشكل حكومة واحدة لمصلحة الشعب والدولة. فقط بسبب يعني عدم قدرتنا على التوفيق في ترجمة الشخصين، لكن في الليكود لن يفعل ذلك، في الليكود لا يفعلون شيئا كهذا. باختصار كما كل بحسب هذه الصورة الكل عالق، لا يوجد اختيارات، لا يوجد احتمالات إلا ما عدا الذي قاله شكيب، أن يعود ليبرمان وينضم لكتلة اليمين حيث كان دوما، ولكن ربما مقابل التناوب أو ربما مقابل رئاسة الحكومة لسنة واحدة ربما سينضم ليبرمان. آسفة جدا للمقاطعة، نتحول إلى الليكود. الزميل مروان عثامنة ينتظرنا هناك ومن ثم سأعود إليك. أهلا بك مروان، يعني كيف استقبل الليكود هذه الاستطلاعات وهذه العينات؟ شيرين، نحن نتواجد هنا في مقر الليكود، قلة قليلة من مناصري الليكود وعدد أقل من الناشطين في حزب الليكود يتواجدون هنا. هنالك تواجد كثير وكثيف من الإعلام الأجنبي والمحلي في هذه المنطقة، ولربما هذا يعكس حال الأوضاع هنا، حيث توجد حالة الإثارة والترقب، حالة الإثارة التي كانت اعترت مصوتي الليكود خلال النهار وخلال الساعات الأخيرة، وخصوصا بعد دعوات رئيس الحكومة للخروج وتكثيف التصويت، لربما قد انعكست في الساعات الأخيرة وبعد النتائج التي قد أعلنت قبل قليل كما أستفتي، أن تحولت لحالة ترقب ولربما حالة تخوف من أن النتائج التي ذكرت في الاستطلاعات قد تتحول لحقيقة، وهذا يعني أن الليكود قد خسر ضمنيا الانتخابات الإسرائيلية، بحيث حظي حزب كحول لافان بالأفضلية حتى وإن تساوى المعسكران وحتى إن تساوى الليكود وكحول لافان، ليس بقدرة الليكود تشكيل حكومة نظرا لامتلاكه حتى الآن بحسب استطلاعات الرأي مرة أخرى 54 نائب أو صوت، وبالتالي لا يمكنه تشكيل الحكومة. هذا يسرع لربما شيرين كما مرة أخرى في حسم مستقبل نتنياهو السياسي وإنهاء مسيرته السياسية في حال ثبتت هذه الاستطلاعات وظلت النتائج على ما هي وعدم تشكيل. مروان، هل نتوقع يعني وصول نتنياهو في مرحلة معينة لخطاب الانتصار كما حدث في 9 أبريل الماضي؟ بطبيعة الحال هنالك توقع دائم بأن يصل رئيس الحكومة، لربما سيصل في وقت لاحق، وخصوصا بعد ورود النتائج الحقيقية، وخاصة أن أصوات أن صناديق الاقتراع قد أكفلت فقط دقائق قليلة قبل الآن، وبعكس استطلاعات الرأي التلفزيونية التي كانت قد أغلقت قبل ساعتين من الآن وجرى فرز الأصوات. تابع معنا مروان، وفينا من فضلك بأي جديد. سنتحول الآن لنرى يعني صورة الوضع في من ناحية الكتل الانتخابية، كتل
اليمين واليسار ستظهر على الشاشة. إذن والأحزاب العربية 12 مقعدا، الوسط واليسار 42، إسرائيل 210، اليمين والمتدينون 56 وفق القناة الإخبارية 11 مكان. اثنان قناة 12 عمليا، الأحزاب العربية 11، الوسط واليسار 44، إسرائيل 208، اليمين والمتدينون 57. القناة 13 الأحزاب العربية 13، الوسط واليسار 45، إسرائيل 208، اليمين والمتدينون 54. إذن تفضل سيد إيلي. المعضلة التي تقف أمام رئيس الدولة هي نقطتين. النقطة الأولى، من هو الحزب الذي حصل على أكثر عدد من المقاعد من الكنيسات؟ وثانيا، سيجتمع خلال الأسبوع القادم، ليس هذا الأسبوع وإنما بعد نشر النتائج الرسمية، ربما سيكون هذا الأمر يوم الأربعاء أو يوم الخميس، ويعمل رصيد للأحزاب التي تؤيد المعسكر اليمين والمتدينين. المعضلة التي تقف أمام رئيس الدولة هي لمن يعطي الأولوية بتشكيل الحكومة القادمة، الذي حصل على أكثر عدد من المقاعد أو الذي حصل على أكثر مقاعد من المعسكر. أنا أقول أن بخلاف لما كان حتى اليوم في كل معارك الانتخابات، أنا لا أرى اليوم لا رئيس الوزراء وربما أيضا غانس الذي يقف على المنبر ويقول إننا فزنا، هذا إننا فزنا لفان، إننا فزنا مع هذا المساء. أدهم حبيب الله موجود في تل أبيب ومقر كحول لفان. أدهم، نعم شيرين، يعني بعكس ما كان في الانتخابات السابقة وفور إعلان نتائج العينات كانت هناك فرحة كبيرة داخل أوساط تحالف كحول لافان عند جميع النشطاء. هذه المرة وفور إعلان العينات كان هناك الفرح الحذر دعينا نقول، والجميع لربما تعلم من الدرس السابق عندما احتفلوا بشكل كبير وكان هناك خطاب النصر لبيني غانتس على أنه رئيس الحكومة. هذه المرة هناك انتظار لربما أيضا حتى صبيحة هذا اليوم لإعلان النتائج بشكل رسمي، ولكن من خلال حديثي مع بعض النشطاء واضح أن إذا ما نظرنا إلى استطلاعات الرأي أو العينات يعني لا يوجد هناك تفاوت كبير، لأن ورقة الحسم هذه المرة بيدين طبعا وبالطبع أفيكتور ليبرمان، وهو الذي سيقرر من سيكون رئيس الحكومة المقبلة لربما. ولذلك يعني حتى الآن الجميع أولا ينتظر حضور القادة السياسيين وأعضاء البرلمان من تحالف كحول لافان، حتى الآن لم يصلوا والسبب واضح، حتى اللحظات الأخيرة شيرين عملوا بشكل قوي وأيضا من أجل حث الجمهور المصوتين للخروج للتصويت، وأيضا يعني استعملوا نفس الاستراتيجية، وهذا ما قاله لي طبعا، استعملوا نفس الاستراتيجية في العمل. نعم. من أجل استقبال الناس طبعا. نعم. في حال طرأ أي جديد أو وصل أي من المسؤولين يعني من فضلك أطلعنا على الموقف من جديد. سيد شكيب، إذن لا يعني صورة لعناق القادة الأربعة في كحول لافان على ما يبدو. يجب الانتظار إلى 25/9، ليس لصبيحة الغد، إلى إعلان النتائج النهائية، وعندها فقط يبرز قديش أخذ كل حزب والتوزيع النهائي لنتائج الانتخابات، وسيكون ذلك في 25 سبتمبر. موضوع المشاورات سيد إيلي نيسان سينتهي حتى 2 أكتوبر المقبل، والثاني موعد جلسة الاستماع سنصل إليها هو موعد جلسة الاستماع لبيبي نتنياهو. سيد شالوم، عمليا بيني وهذا الأمر سيؤدي إلى تأجيل جلسة الاستماع. طيب سيد شالوم، سيد شكيب من فضلك، مسألة بيني غانتس عمليا يعني لا أسمع أنكم تذكرون احتمالات وصوله إلى سدة الحكم، واضح أن وفق العينات على الأقل كتلة اليسار والمركز لم تحصل على العدد الكبير، لكن هو يعني لا يعول على ليبرمان، لا يعول على العرب، ما هي صورة الوضع هناك؟
الوضع هو كالتالي، أن غانتس لا يستطيع أن يشكل حكومة من سبب واحد، أنه لا يملك 61 مقعدا نظامنا. حتى لو انضم له ليبرمان، هذا يعني أن ليبرمان ينضم لحظة، حتى لو أوصى ليبرمان بمعسكر اليسار، هذا يعني أن ليبرمان والقائمة المشتركة يمضيان سويتهم. هذا أمر لن يتم، لا يمكن أن يتم. وبالتالي فإن غانتس لا يملك 61 صوتا يوصون به، ولا لا يملك التانية 61 صوتا يوصون به، لا يوجد نوع من تحالف حكومة وحدة وطنية متفق على الطرفين بسبب وجود نتنياهو. لذلك فإننا في حالة أزمة، إننا في أزمة دستورية أصعب بكثير وأكثر مما كان في السابق من الأزمة السابقة. لأن في الأزمة السابقة كان لدى نتنياهو 60 شخصا يوصون به، ليبرمان كان قد أوصى به، وفي اللحظة الأخيرة أن تغير ليبرمان رأيه. الآن نتنياهو لا يقترب حتى من 60، لذلك فإننا في حالة لست واثقا أن رئيس الدولة يملك أي خيار في المسألة أو ما يستطيع فعله. لا يستطيع أن يجبر الطرفين على تشكيل حكومة وحدة وطنية، هذا معاكس للقانون. وبحسب القانون البند يقول أن في حال أن أي من الطرفين يستطيع تشكيل حكومة توجه لانتخابات جديدة. دورة ثالثة، الشعب مهيأ للذهاب إلى انتخابات ثلاث مرات خلال العام. لن يكون مهيئا أيضا لمرة ثانية، لكنه ذهب. الوضع الاقتصادي في إسرائيل، الوضع الاقتصادي، إذا المهمة ملقاة على رئيس الدولة. هو يطلب من نتنياهو ويطلب من غانتس في جلسة مشتركة، أنا أطلب منكم، لأن الشعب لا يغفر للتنين. إذا اضطر الشعب إلى الذهاب إلى حملة انتخابات ثالثة، الشعب سائمة من هذا الموضوع، والاقتصاد الإسرائيلي أيضا في حالة انهيار في هالأمور. ولذلك أنا أعتقد أنه لم يكن مفر أمام أحد من الطرفين إلا أن يغير من التعهدات التي قطعها أمام ناخبيه. لأن تراجع عن بعض التعهدات، إما الجلوس مع المتدينين بالنسبة لجانت أو قضية العرب بالنسبة لليبرمان. لا، قضية لبيد على سبيل المثال الذي قال أنا لا أجلس في حكومة مع في ائتلاف حكومي مع نتنياهو، وأيضا نتنياهو الذي كان له بعض الشروط، ولكن أنا أعتقد أن في هذه الظروف حكومة وحدة وطنية، في هذه الظروف يترتب على أحد من الطرفين التنازل عن كل التعهدات التي قطعها. حكومة الوحدة وارد كما قال غانتس، ليبرالية من دون المتدين. إحدى اثنين، سيناريو واحد حكومة وحدة وطنية في تناوب بين نتنياهو وغانتس، وعلى نتنياهو أن يرضى في هذه الحالة. اسمحوا لي شوي، خليني أكمل الفكرة. إما حكومة وحدة وطنية بتناوب بين الاثنين، وإما موعد جيم للانتخابات، وذلك سيكون في فبراير 2020. دعونا نرى صورة الوضع في إسرائيل بيتينو. الزميل محمد الصياد ينتظرنا هناك في القدس ومقر إسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان. محمد، يعني استطلاعات أو العينات النموذجية تبشر هذا الحزب بالخير على الأقل. فعلا شيرين، هذا كان متوقع. كان أنصار هذا الحزب يتفائلون بالحصول على 8 مقاعد، من 8 إلى 10 مقاعد. فعلا هذا ما حصل، وكان من المتوقع ألا يحصل الليكود على 61 مقعدا. وأيضا تحالف بيني غانتس، تحالف كحول لافان، لم يحصل على 61 مقعدا. فبالتالي فهو الورقة الرابحة، هو الورقة القوية التي ستشكل أو ستحدد الائتلاف الحكومي المقبل. ليبرمان كان يتوقع ذلك ويدرك جيدا ذلك، وبالتالي هو سيأتي إلى الطاولة ويفرض شروطه ربما، ويخرج ما بجعبته من ملفات ويضعها على طاولة نتنياهو أو غانتس. هناك العديد من الخيارات، لكن أيضا يبقى في من خلال هذه النتائج، نتائج العينات الأولية، من المتوقع أيضا أن يكون هناك انتخابات ثالثة، ربما موعد آخر للانتخابات. هل هذا ما نسمعه من يعني قادة إسرائيل بيتينو؟ محمد، هل هذا ما يسمع هنا في عندك، أم أن هناك سيناريوهات للانضمام إلى إحدى الحكومتين بزعامة نتنياهو أو غانتس؟
نعم يعني أفيغدور ليبرمان لم يصل بعد من المتوقع أن يصل خلال ساعة أو ساعتين، لكن تحدثنا إلى بعض نشطاء هذا الحزب، لبعض الأنصار نشطاء أو أعضاء في هذا الحزب يقولون بأن ليبرمان سيفرض شروطه أو يضع ملفاته على الطاولة، أو ربما كما أفشل تشكيل ائتلاف حكومي وكما أفشل أيضا حكومة بقيادة نتنياهو ربما أيضا يؤدي إلى انتخابات أخرى، أو يعني يطلب إذا ما فشل أي من الحزبين الكبيرين في تشكيل حكومة فربما نذهب إلى انتخابات ثالثة. طيب. شيرين، تابع معنا محمد كل السيناريوهات وأطلعنا من فضلك على ما هو جديد. سيد شالوم، هل سيناريو تكرار الانتخابات بسبب أفيغدور ليبرمان على غرار ما كان في هذه الجولة وارد؟ أنا سلم جولة ثالثة. نعم، حسب ما يحدث هنا أكرر، لا يوجد لدى أي طرف إمكانية تشكيل حكومة. ماذا يقول قانون أساس الحكومة؟ 42 يوما يمنح للمرشح الأول حسن 28 هذه المرة. لنفرض أنه لن يحصل كما يقول زميلي إلي، في هذه الحالة لن يتمكن أي من الطرفين من تشكيل حكومة. أقول لك من جديد، لا أرى إمكانية الخروج من هذا المأزق وهذه الأزمة. أعتقد أن إمكانية التوجه لموعد جيم في الانتخابات من جديد هذا قائم. السؤال في حين إن لم يصفق الشعب ويجبر زعمائه، دور الشعب لن ينتهي لأنه الشعب لا يستطيع انتخابات. حتى نرتب الأمور سيد شكيب، سيد إلي، حتى نرتب الأمور أن يذهب إلى انتخابات ثالثة. هذا شيء ثاني. لا، الآن أنا أقول أن في نهاية الأمر ليبرمان يفرض شروطه على كل من غانتس وعلى نتنياهو بهذا الموضوع. والسؤال الذي أنت طرحته هو من يكون الأول برئاسة الحكومة. طيب، إذا هذا السؤال كان أيضا في الانتخابات الماضية. نكتفي سيد إلي، تفضل. الفكرة التي بدأت بها قبل أن انتقلنا إلى المعسكر الديمقراطي، بشار صغير ينتظرنا هناك. بشار تفضل. إذا أينشتاين هوروفيتس في الخطاب. لتوخ إمونة بمخنا الديمقراطي. الثقة بالمعسكر الديمقراطي. شكرا خاصا لكل الناخبين والناخبات في المجتمع العربي. المعسكر الديمقراطي هو أيضا بيتكم أنتم. أريد أن أشكر شركائي وزميلتي ستاف شفير ورئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو أهود براك. توجهنا سوية في إطار مشترك واحد كان الأمر الصحيح والصائب للقيام به، وأشكركم على العمل المشترك وعلى الهمة والشجاعة، وأتوقع وانتظر استمرار العمل سويا. شكرا لزملاء فكرة ميرتس، تامر زاندبرغ، إيلانجل أون، إيساوي فريج، موسي راز، ميخال روزين، غابي لاسكي. شكرا جزيلا لطاقم الحملة الانتخابية، وبشكل خاص لرون أسولين، لأورخوريف، إتمر ويتسمان، دانيال صرفات، ليندا ساسون. مشاهدينا سنخرج إلى فاصل قصير، تابعوا. ويوجد المزيد من الناشطين والناشطات، سنذكر أسمائهم في وقت لاحق. شكرا جزيلا، شكرا كبيرا جدا لألاف الناشطين والناشطات في أنحاء البلاد. كان هذا نيتان هوروفيتس زعيم المعسكر الديمقراطي الذي شكله عمليا مع رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك. هل هذه نتيجة جيدة لهذا الخطاب الذي يبدو وكأنه خطاب فوز؟ هذا سقط، لا يوجد فشل ذريع، لا مثيل له. إنه سقط
المعسكر الديمقراطي ميرتس أهود برك الذي كان وزير أمن ورئيس حكومة وجاء توجه للانتخابات كمن يشكل بديلا لنتنياهو بقي في الموقع العاشر ولم يدخل الكنيسة خمسة مقاعد بعد استبدال القيادة ودخول ستاف شابير نيتسان هوروفيتس بدل تامر زاندبرغ ويأتون في هذه الحالة يحصلون على أقل مما كانوا قد حصلوا في السابق هذا فشل ذريع. اليسار الإسرائيلي يتحطم على صخرة الواقع. اليسار الإسرائيلي يتحطم على صخرة الواقع ولا يستطيع أن يتلقى أمواج البحر. يعني عمير بيرتس أراد أن يكون رئيس حكومة 15 مقعداً. وضع هدف 15 مقعداً وحصل على 5 أو 6. براك وافق على المحل العاشر ليكون يتوسط القائمة. طيب. يعني بكلمات أبسط عدم وجود الوحدة بين حزب العمل وميرتس وأيهود براك وقوى سياسية يسارية إضافية أنهت وجود اليسار الإسرائيلي. لا يمكن تعريف حزب كحول لبن كيسار ولا وهذا الوضع يعني جعل اليسار يتقهقر. هل كحول لبن على جزء من أصوات هذه القوائم؟ بدون شك أنا أقول أنا ما شاهدناه الآن من هوروفيتس كما يقال بالعبراني فرحة الفقراء. بمعنى أنه على ما تفتخر أنت على نفس العدد على نفس العدد الذي كان لحزب ميرتس في الانتخابات الماضية. ولذلك أنا أقول مع كل المدافع التي جندها براك من يائر جولان وغير يائر جولان هذا الأمر لم يفيد حركة ميرتس بشيء. ولذلك كما ذكر شكيب الأحزاب اليسارية تحطمت بالمرة ولا شك أن كحول لفان شربة وأكل الأصوات من ميرتس وامتصة من ميرتس وأيضا من حزب العمل. سيد شالوم يعني مسألة ما يوصف إسرائيليا بامتصاص الأصوات أيضا يقال إن الليكود عمليا امتص أصوات حزب عثمة يهوديت إيتمار بن غفير وكحول لفان امتص أصوات من المعسكر الديمقراطي والعمل. هل هذه السياسة سياسة امتصاص الأصوات هي يعني في مصلحة الأحزاب الكبيرة الآن ونحن في تساو أو في يعني أزمة كما وصفتها حضرتك؟ الحزبان الكبيران نجحا بمهمتهما الأساسية. كحول لفان شرب كل أصوات أحزاب اليسار، الليكود شرب كل وامتص كل أصوات يمينة وعثمة يهوديت الذين لم يشتركوا نسبة الحسم. إذن حصلوا كل منهم على 33 أو 34 أو 35 مقعدا كما كان لهم. لم يتمكنوا بفعل شيء مع هذه المقاعد في نيسان ولن يكون أمامهم ما يفعلوه معها في أيلول لأنه لا يوجد أي ارتباط أو أي تعلق بينهما. في حال حصل كليهما وهذا إنجاز أكثر من 30 مقعدا لكل حزب لحظة، ولكن هذا قد يكون إنجازا فقط في حال يكون بإمكانهم تحقيقه واستغلاله. لا يستطيعون عقد أي ارتباط الآن، ولذلك فإنه بالعبرية نقول هذا انتصار خاسر وهو انتصار كله خسارة. سياسة امتصاص الأصوات بين الأحزاب هل هي جيدة؟ 35 مقعد كان لكل واحد من الحزبين. الحزبين خسرا مقاعد لأحزاب ثانية لليمين مثلا؟ اليمين بدون شك لليبرمان. ليبرمان 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 وصل لعشر مقاعد أو 9 مقاعد حسب 8 و9 و10 يعني عنده 4 مقاعد إضافية على الأقل. أخذ مقعدين من كل حزب من الحزبين الكبار. الأحزاب الكبيرة كحول لفان والليكود لم ينجح في كان الحديث عن زيادة عدد المقاعد. يعني لما أنا أعطيت لك حلون 4 أعضاء كنيسة وكان عندي 35 وأنا نزلت نوعا مع 70,000 منتسب لازم أوصل
لا بكى على الليكود. الليكود أيضا انضم. بدل 40 مقعد الليكود يتقهقر إلى 31 أو 32 مقعد. شو اسمه كحول لفان كانوا 35، لم يضموا إليهم قوات جديدة، ولكن بنفس الوقت حاولوا بكل الأساليب والطرق امتصاص ما يسمى حزب العمل والمعسكر الديمقراطي، ولم ينجحوا في ذلك. طيب. يعني حزب نتحول إلى مراسلينا قبل يعني نواصل التحليل. نتحول إلى مراسلينا أدهم حبيب الله في كحول لفان ومروان عثمنا في الليكود. أبدأ معك أدهم، هل تغيرت صورة الوضع لديك؟ هل هناك ملامح لبعض الاحتفالات أم هي انتكاسة؟ لا، انتكاسة بالطبع لا، ولا توجد هناك على الأقل ملامح فرح في هذه المرحلة. الجميع بانتظار كما في المرة أو بعكس ما حدث في المرة السابقة كما قلت، بانتظار النتائج الحقيقية من لجنة الانتخابات. ولكن وفق استطلاعات الرأي يعني أو العينات طبعا التي تم نشرها عند الساعة 10:00، العنوان في البنط العريض عند نشطاء تحالف كحول لفان أن بنيامين نتنياهو فشل للمرة الثانية، وليس إذا نجح بيني جانتس في هذه المرحلة فشل بنيامين نتنياهو وفق تلك العينات أو سيفشل في تشكيل الحكومة المقبلة. يعني واضح وفق جميع العينات أن لا يوجد هناك يعني معسكر اليمين لم يتفوق على معسكر المركز واليسار. وأيضا هناك من يقول أن هذه المرة يجب أيضا إعطاء يعني الشرعية أو إعطاء يعني الشرعية لبيني جانتس بحكم وفق العينات أنه الحزب الأكبر وفق تلك العينات. هناك حديث أيضا هذه المرة عن يعني استخلاص العبر فيما حدث من الانتخابات السابقة. حزب أو تحالف كحول لفان يعني، وهذا ما يتحدث به البعض هنا، ركز على ثلاث نقاط هامة. أولا لم يهاجموا، وهذا كان يعني شيء لربما يعني تغير في نهج أو سياسة تحالف كحول لفان تجاه العرب والقائمة المشتركة من أجل رفع نسبة التصويت. وهذا ما ساعدهم أيضا من خلال تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذا ما ساعد بوصول القائمة المشتركة في هذه المرحلة 13 مقعدا، بالإضافة إلى ذلك المحافظة على القوة البرلمانية. طيب أشكرك جزيل الشكر أدهم حبيب الله من كحول لفان. الزميل مروان عثمان أيضا ينتظرنا من مقر الليكود. مروان، نفس يعني الصورة أراها في خلفية المشهد لديك، ما الذي يجري في الليكود؟ هل يعني بدأت مرحلة استخلاص العبر على الأقل من خلال حوارات النشطاء الموجودين لديك؟ نعم شيرين، هنالك بالفعل مع بدء دخول ووصول أنصار الليكود وأيضا وصول عدد من نواب الليكود والوزراء البارزين في الليكود، هنالك حالة من الترقب أو حالة من الحذر، حالة من الخوف أو التخوف من أن النتائج أو استطلاعات الرأي التي صدرت ستكون حقيقية بالفعل، لأن هذا معناها أن كحول لفان قد تخطى الليكود بواقع معدل مقعد ونصف حتى مقعدين ونصف في كافة الاستطلاعات الرأي التي قد نشرت. وهذا بطبيعة الحال يعكس تخبط لربما ما ودعوات في داخل الليكود لاستخلاص العبر مما حصل، وبالتالي هنالك ضرورة لفحص ما جرى، وخصوصا على ضوء دعوات رئيس الحكومة خلال النهار لحث جمهور الليكود. كنا قد شاهدنا عدد من وزراء الليكود البارزين وحتى رئيس الكنيسة الذين قاموا بالتجول في الحدائق الوطنية في المراكز التجارية لحث الجمهور للخروج والتصويت، وأن حكم اليمين في خطر. وبالتالي هنالك العديد من استخلاصات الرأي، هنالك العديد من الآراء التي تشير بأنه يجب التروي قليلا حتى تصدر بدايات النتائج الحقيقية بالفعل. مروان، ويبدو أن الليلة طويلة ستكون في معظم المقرات الانتخابية للأحزاب، الكل يتريث حتى تبدأ يعني النتائج الأولية بأن ترد. أشكرك في هذه المرحلة الزميل مروان عثمنا من حزب الليكود. انضم إلي الناشط السياسي والمستشار الإعلامي إيهاب جبرين، أهلا بك. ونبدأ بمسألة القائمة المشتركة، يعني إعلان أيمن عودي قبل قليل أو تصريحاته بأن نتنياهو لم يعد قادر في هذه المرحلة
على تشكيل حكومة والرضا لدى القائمة المشتركة من ما أظهرته العينات. كيف ترى هذا التصريح؟ بدون شك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن أيمن عضو القائمة العربية المشتركة بشكل عام في خلال هذه الفترة الانتخابية حاولت أن تعطي لذاتها ذات الزخم بأن هي بيضة القضبان وبيضة تحديد، وهذا ما أيضا ما اعتمدت عليه في حملتها الانتخابية، بيدها تقرير مصير الحكومة المقبلة. لذلك هنالك بعض الرضا من نتائج العينات التي ظهرت لدينا، حيث نرى أن أي من الحزبين ليس بمقدوره، أو أي من المعسكرين عفوا ليس بمقدوره تشكيل الحكومة، حزب المعسكر اليسار بحاجة لدعم. على المقاطعة، الرئيس روفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي يقول إنه لن يكون هناك انتخابات ثالثة في إسرائيل، وسيسعى إلى تشكيل أو تسمية رئيس وزراء في أسرع وقت. المهمة تقع عاتق سيد شالوم. إذن هناك تصريحات من جانب رئيس الدولة، ويبدو أنه أراد استباق كل السيناريوهات بأنه لن تكون هناك جولة ثالثة من الانتخابات. صحيح يقول أنها لن تكون هناك معركة انتخابية قادمة، ولكن قانونيا لا يستطيع أن يفرض ذلك. إذا لم ينجح الطرفين في تشكيل حكومة فطبعا سنذهب إلى انتخابات إضافية. الرئيس يجب أن يكون مرنا ويناور بين الطرفين. أرى بأن هناك دعوة ليست من القمة ولكن من النشطين في الحزب يدعون الى تغيير تبديل. زعيم شاس درعي مع زعيم يهدوت هاتورا ليتسمان ومع نفتالي بنت من يمينة، وتحدث عن شراكة او مواصلة التعاون في المرحلة المقبلة. فقط نذكر بان رئيس الوزراء الاسرائيلي زعيم الليكود بنيامين نتنياهو ايضا تابع نتائج العينات النموذجية والاستطلاعات من بيته من المقر الرسمي لرئاسة الوزراء، وهناك بعض المصادر تقول إن الأجواء إلى حد ما ليست صافية في محيط رئيس الوزراء. تفضل سيدي. أنا أقول أن رئيس الوزراء ارتكب خطأ كبيرا عندما حاول امتصاص أصوات العظمة اليهودية، عظمة يهودية. إذا كانت العظمة يهودية تجتاز نسبة الحسم لكان بإمكان نتنياهو تشكيل الحكومة القادمة، كان بإمكانه 61 عضو كنيست. أنا أعتقد أن في إذا صحت هذه النتائج في كل القنوات فتم في هذه الأمور تقرير مصير نتنياهو، لأن لا يستطيع أن يقوم بتشريع قانون الحصانة أمام كل الملفات الجنائية ضده، ولذلك هو يقف أمام مشاكل قضائية صعبة. سيد إيلي، في هذه الأثناء بدأت تتوالى ردود الفعل من داخل حزب الليكود. الوزير إسرائيل كاتس يقول إن المرشح الأساسي للليكود والوحيد هو بنيامين نتنياهو لرئاسة الوزراء. الوزيرة ميري ريجيف أيضا قالت إنه لن تتم إطاحة بنيامين نتنياهو. أنا أغلق حول نتنياهو بالمناسبة، هذه الدعوة التي بناها نتنياهو كاتس وميري ريجيف وميكي زوهر، هذه الجعبة التي بناها نتنياهو حوله، هم كانوا دائما من الموالين وسائل صد الدفاع. السؤال ما هو رد فعل سعر، ما هو رد فعل نير بركات؟ أنا أعتقد أن سعر كان بين الأشخاص أو أعضاء الكنيسة الذي وقعوا على ميثاق الولاء لنتنياهو، ولذلك لا يستطيع أن يتراجع بهذا الموضوع. ولذلك أنا أقول أن ميثاق الولاء سيد إيلي يعني كان قبل هذه النتائج وقبل الانتخابات. الشخص الأكثر انبساطا اليوم في الليكود هو سعر، هو جدون سعر، هو أكثر الناس الفرحين اليوم. بشار صغير في المعسكر الديمقراطي معنا. بشار
إذا يعني يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك. بشار لديك يعني وهناك نوعا ما إعلان للنتائج بأنها ليست مرضية لهذا المعسكر، بينما خطابات وتصريحات المسؤولين تبدو غير ذلك. نعم شيرين، إن كنت تسمعينني، نحن نتواجد هنا في مقر المعسكر الديمقراطي وهو محلية ديمقراطي. في هذا الأثناء توجد خطاب لأبرز أعضاء وأقطاب هذا المعسكر. في هذا الأثناء يتحدث كما نرى في الشاشة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ورئيس الأركان السابق والعضو في قائمة معهنها ديمقراطي إيهود باراك، وأيضا هو يتوسط عمليا العضو استاف شفير، وأيضا قائد وزعيم المعسكر نيتسان هوروفيتس. سألتني نتائج غير مرضية، يعني حتى لو كانت عمليا، حتى لو حصل المعسكر على عدد قليل من المقاعد كما رأينا من النتائج الأولية من 5 إلى 6 مقاعد، هم لا يتحدثون ذلك علنية، وعلى العكس هم من خلال هذه الكلمات يريدون أن يظهروا لأنصارهم وأنه رغم بغض النظر عن شكل النتيجة فهم عمليا يشكرون جميع من صوتوا لهم. وكان لافتا بأنه كانت هناك كلمة قبل قليل شيرين لهوروفيتس، كانوا قد شكروا جميع من صوت لهم وخصوا بذكر المجتمع العربي بالإضافة إلى الأنصار والمؤيدين التقليديين لحزب ميرتس. وخلال هذه الكلمة أيضا تحدثوا بأنه لا يريدون بأي شكل من الأشكال أن يقود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيم الليكود أن يعود وأن يترأس وأن يشكل الحكومة المقبلة، كما طلبوا من بني جانس أنه في حال كان هو من سيشكل الحكومة المقبلة طلبوا منه بألا يحدو حدو نتنياهو ويشكل حكومة يمينية عمليا لا تختلف عن سابقتها. هم قالوا أنه بغض النظر سواء كانوا مع الائتلاف الحكومي مع الحكومة القادمة أم مع المعارضة فسوف يستمر هذا المعسكر في المضي قدما في تنفيذ أهدافه وتنفيذ أجندته المتمثلة في جملة من الأمور، من إصلاحات في المجال القضائي في المجال التعليمي، والأهم من ذلك كله القضية الفلسطينية وسلام مبني على حل الدولتين. طيب أشكرك جزيلا في هذه المرحلة بشار صغير من المعسكر الديمقراطي. بعض الحتلانات والإطلاعات، النائب نير بركات النائب في الليكود يقول أن حزب الليكود كان ملتزما دائما بحكومة وبالمعسكر الوطني وبالتالي لن يتخلى عن الحاردين، المقصود شاس ويهدوت هاتورا، وبالنظر إلى التصريحات بشأن حكومة وحدة وطنية ليبرالية من دون الحاردين. تفضل سيد شالوم. يشكر دبار إخان. يوجد هنا شيء واحد ما نراه أمام عيوننا، هو البارزين في الليكود يصطفون إلى جانب نتنياهو، نير بركات، إسرائيل كاتس، يقولون بأنهم لا أحد يريد أن يرفع صوته ضد نتنياهو، لديه شعبية كبيرة لنتنياهو في الليكود، ما زالت كذلك هذه الشعبية. نتنياهو في كتلته الحاردين لا يذهبون مع كحول لبان في هذه اللحظة، لا يذهبون ويمين أيضا، إذن لا نرى أشخاص يتركون القاعدة والمعسكر، لا من جانب بني غانتس ولا من جانب نتنياهو، إذن اثنانهما عالقان يمكنهما أن يسير معا، ولكن نتنياهو هو العقبة الكبيرة، يستطيعون إقامة حكومة وحدة بدون نتنياهو لأن نتنياهو عالق بالمنتصف. سيد إيلي، هل هذا ما يجسد يعني طبيعة البيان الذي صدر عن الليكود ونتنياهو بأنه اتصل بقادة الأحزاب الدينية واليمينية وتحدث عن تعاون، هو في المرة السابقة دعاهم إلى الانضمام إلى حكومته، هذه المرة اختلفت الصورة؟ هناك تحالف صحيح منذ عشرات السنين بين نتنياهو وبين الأحزاب المتدينة وأيضا اليمينية، وأنا أسمع قبل قليل من بعض الوزراء الذين يناشدون أفيغدور ليبرمان أن يعود إلى الصواب ويعود إلى المعسكر الذي ينتمي إليه. أنا أعتقد أن في هذه الظروف الحل الوحيد كما قلت أنه كما
أكدت قبل قليل عدم التوجه إلى انتخابات ثالثة خلال عام، وإنما محاولة تشكيل حكومة وحدة وطنية. ربما هذا السؤال هو، هل حكومة وحدة وطنية ستكون بمشاركة الأحزاب المتدينة أم لا؟ هل يتخلى نتنياهو على الأحزاب المتدينة التي دعمته، أو هل يتقبلها بيني جانس على مر السنين؟ طبعا في الماضي جانس لم يرفض نتنياهو في رئاسة الحكومة أو بالشراكة معه. الوحيد الذي أصر على هذا الموضوع كان يائير لبيد. السؤال هو، هل يتراجع؟ هل يتراجع؟ إذن هذه ضمن المعضلات التي تقف في وجه حكومة الوحدة الوطنية. هل ينفصل لبيد أصلا من كحول لبان؟ هذه الظروف لا أرى أن لبيد ينفصل، لأن هم في هناك تلاحم. سيد إلي، بما أن يعني ردود الفعل كثيرة، أريد أن نتحدث قليلا عن حزب العمل. عمير بيرتس زعيم حزب العمل وتحالف العمل جيشر قبل قليل شكر يعني كل النشطاء على الجهود التي وصفها بالعظيمة في تحقيق نتائج الانتخابات، وقال إن الحزب ينتظر عمليا النتائج النهائية. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن حزب العمل كان لديه 6 مقاعد، الآن المعطيات تعطيه 5-7 مقاعد على أكبر معطيات. حزب العمل حاول ائتلافه مع نظيرته أولي ليفي أبوكسيس من اليمين، حاول أن يستقطب نوعا ما أصوات من اليمين، لكن يجب أن ننظر إلى عدة معطيات مهمة جدا في نهاية المطاف. عمير بيرتس، أولي ليفي أبوكسيس، نحن نتحدث عن نمط عن من جذور شرقية نوعا ما، فهذا بالتالي أثر نوعا ما على استقطاب أصوات جديدة من معسكرات أخرى. هذا معطى واحد. لذلك لا أرى أن حزب العمل حصل على المردود الذي كان يريده من وراء هذا التلاحم مع أولي ليفا بوكسيس، بل يمكن النظر أن أولي ليفا بوكسيس كانت عائق على تحقيق كراسي أكثر. سيد شالوم، نذكر بتصريحات الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين، وفي بيان أورده ديوان الرئيس قال إنه سيعمل على تشكيل حكومة في إسرائيل في أسرع وقت ممكن، لكن للتعبير عن رغبة الشعب ورغبة الشارع الإسرائيلي. طبعا تحدث عن أنه سيمنع سيناريو إجراء انتخابات للمرة الثالثة في إسرائيل هذا العام. حسنا، روبي ريفلين قال بأنه غير مستعد لأن تكون انتخابات للمرة الثالثة. أعتقد أن غالبة الشعب معه، غالبة الجمهور معه، لأن الكل سئم الأمر، ولكن أقول بأن إمكانياته محدودة. الخارطة السياسية لا تمكن من إقامة حكومة وحدة وطنية حاليا إلا إذا تخلى البعض عن موقفهم. ربما سيأتي أشخاص من الليكود ويقولوا نتنياهو لم يعد قائدنا، أو أن يأتي المتدين ويقولوا سنذهب مع جانز، أو أن يقول جانز أنا سأنفصل عن لبيد وأذهب إلى تناوب مع نتنياهو. الأمور معقدة. كيفما تريد يعني في هذه الساعة لم نحصل على صور من القائمة المشتركة. الزميل عروة سيف ينتظرنا في مقر القائمة المشتركة. عروة، يبدو أن هناك إلى حد ما رضا عن هذه النتائج أو هذه العينات. نعم، حتى الآن نرى تصريحات عم بالفرح، نرى أجواء هنا، الأجواء الفرح تخيم على قائمة على مقر القائمة المشتركة. أيمن عودي ورئيس القائمة المشتركة ورؤساء القوائم المشتركة في القائمة المشتركة ذهبوا الآن، صرحوا بأن النتائج الآن ظاهرة هي رد الجماهير العربية على تحريض بنيامين نتنياهو، على تحريض اليمين الذي قال أن العرب سوف يسرقون الانتخابات، الذي ردد كل النهار وأخذ بنشر فيديوهات تسيء وتصور الناخب العربي كأنه ناخب يريد سرقة الانتخابات ويزيف. فعمليا خرجوا وصرحوا أن رد الجماهير العربية هو أن يكون 13 مقعد للقائمة المشتركة. التصورات هنا أبلغنا أن التوقعات أن تكون 13، أن يكون 13 مقعد للقائمة المشتركة وأن تكون القوة الثالثة. إلى الآن رأينا أن الصحف المحلية أو كل الاستطلاعات تشير
ان هنالك امكانيه ان يكون 11 12 13. طيب عروه، هل ما يحصل الان في القائمه المشتركه، هل من معطيات في مقر القائمه المشتركه ولو اوليه عن نسبه التصويت في البلدات العربيه؟ هل يعني تجاوزت النسبه التي كانت عليها في الانتخابات الماضيه 48.9؟ المؤكد نعم أنها تجاوزت 50%. أبلغنا أن هنالك أن من الممكن أنها وصلت إلى 58%، ما بين 58 و60%، ولكن الأكيد أن نسبة لانتخابات شهر 4 الماضي نعم هي أعلى بكثير، لكن نسبة لانتخابات 2015 هي ليست متوازية بل بأقل بنسبة قليلة جدا جدا. فلذلك جميع المؤشرات توحي نعم أن عن شهر 4 ارتفعت نسبة التصويت في المجتمع العربي، لكن عن 2015 هي أقل. نعم، أشكرك في هذه المرحلة الزميل عروة سيف من الناصرة. كلمة واحدة من هذا الموضوع، صحيح أن هناك فرحة عارمة في الحزب في القائمة المشتركة لأنهم حصلوا اليوم، هل أخفقوا في أن يكونوا بيضة القبان؟ هذا هو السؤال. أنا أريد أن أرجع لهذا الموضوع، أن لأنهم عادوا إلى ما كان عليه قبل الانتخابات الأخيرة 13 مقعدا. ولكن السؤال كما أنا سمعت من أيمن عودة يتحدث عن الاعتراف بالقرى الغير معترف بها، يتحدث عن قضية الميزانيات، يتحدث على إقامة دولة فلسطينية. السؤال هو إذا هو في المعارضة كيف هو يحصل على كل هذه الأشياء؟ ولكن الشيء الإيجابي في التي يمكن أن تكون المشتركة الآن حتى لو انضمت لجانت لن يحصل على يعني واحد صحيح، ولكن الشيء اللي يبدي الإصرار أو السرور هو أنهم سيكونوا الحزب الثالث من ناحية الكبر، وهو سيكون رئيس المعارضة، وهو يستمتع بتلقي تقارير أمنية وسياسية من رئيس الوزراء. الذي هذا السيناريو وارد، القائمة المشتركة في رئاسة المعارضة 2015 بوجي هيرتسوغ عاد إلى المعارضة. هذا السيناريو كان وارد لعدة أيام في 2015 حيث عاد هيرتسوغ إلى المعارضة وكان كذلك بعض التوتر مع لبيد. الآن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن أيضا رئيس المعارضة هو بحاجة لتوصية من قبل المعارضة ذاتها، فاللي هنالك احتمالية أن يعطي المعارضة تعطي على الفرض لو كان من لدينا ممكن تسمي يكون شخصا آخر، تسمي شخصا آخر ممكن أن يكون يسائل بيتين ومثلا على سبيل المثال لو أحدا من الأحزاب الدينية تم تركها في المعارضة ممكن تسمية أحد منهم. لا أنا أستبعد في هذه المرحلة تحديدا تسميات في هذه الظروف تسمية رئيس معارضة عربي في إسرائيل. إذن يعني باختصار سيد شالوم، أخفق العرب في أن يكونوا بيضة القبان كما أرادوا أن يكونوا؟ صحيح، التراجيديا بمدينة التراجيديا في هذه الدولة أن العرب لا يحسبون في هذه، لا يأخذون بالحسبان في كل هذه الأرقام. بني غانس لا يريد الاعتماد عليهم والعرب لا يريدون التوصية ببني غانس، إنه لذلك نتحدث عن 107 أعضاء كنيسة وليس 120، لذلك فهم ليسوا في اللعبة، ليسوا جزء من اللعبة. سيد إيلي باللغة العربية حتى السؤال إذا هم يخرجوا أنفسهم من اللعبة أو أن يكون يريدون أن يكونوا جزء. هذه التساؤلات سنطرحها في يعني الساعة المقبلة. أشكرك في هذه المرحلة سيد شالوم مير وشلمي، سيد إيلي نسان وسيد إيهاب جبرين، شكرا جزيلا لكم في هذه المرحلة. مشاهدينا بعد دقائق سنواصل هذه التغطية ونعود إليكم بمزيد من التفاصيل والمداخلات من مراسلينا وفي مواقعهم المختلفة في مقرات الأحزاب الإسرائيلية.